بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحليل اليورو بالنسبة لليوم 20/6/2018. طبعا كنت حطيت عقلاتي على اليوتيوب وتحصل هذا الهبوط انه ممكن نشوف نلاقي تصحيح للواحد فاصلة 1/6/8/6، بعدين نكمل هبوط منه. طبعا بالفعل السعر بدأ يعمل اتجاه جانبي بهي المنطقة، كنا بهي الشمعة عم نهبط لأسفل، فحاليا متوقع نكمل صعود لهي المنطقة 1.1686 تقريبا، يعني نعمل فالس بريك اوت لهي القمة بعدين نرجع نهبط مرة تاني. فإذا كنت بايع اليورو متعلق فيه، ممكن بس تلاقي هبوط من هاي المنطقة يطلع لفوق لهي المنطقة يعمل فالس بريك اوت لهي القمة، بس تلاقي رجع هبط تحت منه، يعني بدأ هبوط من هاي المناطق، انت تعمل تعزيز للصفقة تبعك وتطلع تمام، وتطلع من الصفقة. نهاية الفيديو، أتمنى جميع التوفيق وتحياتي. طبعا ممكن تشوفوا هذا التحليل مكتوب على قناتي على التليجرام، اللي حابب يشترك فيها واللي حابب توصيات أدق من هيك ممكن يشترك بقناتي الخاصة على التليجرام. نهاية الفيديو، أتمنى جميع التوفيق وتحياتي. عماد جان.